هذا البرنامج برعاية براكتيك هو ايه؟ طقطقة المفاصل، بس علم اعرف المفصلة واتجاه الحركة بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضة، العصب مش هيديني فرصة ان تفضل فقرة تنزلق والغضروف يتآكل وهو يفضل عايش معاك. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم، النهاردة حلقة مثيرة ومهمة جدا، ولو قلت لكم إن عنوانها إنه الإهمال خطورته أن يكون مزمن، وإحنا أبطال في الإهمال المزمن. الإهمال المزمن في قعدتك الغلط، الإهمال المزمن في أنك أنت ما بتلعبش الرياضة، الإهمال المزمن في أنك بيجي لك ألم فبتطنشه، تاخد له ألم مسكن ألم، يعني لو أنت يعني مهمل قوي أو بتستهبل أو هتاخد لك مسكن عنيف زي الترامادول خطر. ويوم ورا يوم الإهمال بقى عادة، بقى طبيعة. وأنا كمان شايف من وجهة نظري إن إحنا بنحط دايما إهمالنا في صورة غلاف شيك، يعني مهمل، بتصور إن الإهمال ده في عقلك الباطن، وزي ما بقول لك الغلاف في إنك أنت بتهمل لأنك أنت عندك تفاني في خدمة أسرتك، فالشغل واخدك. أنت بتهمل إنك ما عندكش وقت، وأنت راجل صلب وقوي فبتتحمل الألم. أنت بتهمل لأنك أنت شوية بقى يعني عندك شايف بتفهمها وهي طايرة، وحاسس إن الدكاترة هياخدوك في متاهات. جملة اللي بدأت تبقى موجودة في دماغ ناس كتير، أنا خايف أروح لأروح في متاهات. ترى الإهمال ده ممكن يوديني لإيه؟ ده حوار مهم جدا النهاردة، وطبعا مع ضيف مهم جدا. الحقيقة بنفتخر جدا وبنسعد جدا بأننا نحصل على شرف لقاء ضيفي العزيز، واحد من الأساتذة الكبار في عالم جراحات المخ والأعصاب، واحد من الأكاديميين الرائعين والجراحين المتميزين، وأيضا الكاريزمات الخاصة جدا في القصص الطبي الخاص بمرضى، ناقل رائع جدا لتجاربه داخل غرفة العمليات. وبسعد جدا بيكون ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقة أنا حاسس إن الكلام عجبك جدا. إحنا عندنا الإهمال متبروز. هو القاعدة بقى هو الإهمال، يعني إحنا دايما عندنا تبريرات لكل حاجة بنعملها، والغلط بتاعنا الحقيقة قانون يعني، وبنهمل وبنسيب الدنيا تمشي وما عندناش خطه لبعد كده، ويوم ما نيجي نتكلم بالعلم لا، العلم ده اخر حاجه ممكن نصدق بيها. طبيعتنا بقينا ان احنا نصدق واحد جاهل او واحد نصاب او واحد دجال، وما نصدقش دكتور. زي ما حضرتك بتقول، انا خايف اروح للدكاتره لا ياخدوني في سكه في متاهات، لا متاهات او يعملوا عليا شغل او ينصبوا عليا، ويصدق واحد دجال، واحد يقول له تعالى انا احل لك مشكلتك بعصايا ولا بحجامه ولا بخزامه ولا بتوي بالنار، ولا تعالى اما نشد ايديك ورجليك، ولا تعالى نتقطع لك رقبتك، وبندخل في متاهه. وبعدين يعني الحته اللي حضرتك قلتها في الاول دي عجبتني جدا، يعني ايه ترتيب اولويات حياتك؟ يعني انت ايه الاهم؟
ها يعني النهارده كان عنده مريض لما بيتكلم بيقول لي بص يعني هو عنده عمليه وعنده غضروف قد كده منفجر وضغط على العصب بدا يعمل سقوط في القدم والبول بدا يسيب منه، يقول بس اصل انا عندي عيالي في الاعداديه وان شاء الله لما يخلصوا في اجازه الصيف. براحتك ان شاء الله بامر الله ربنا يسترها معاك، بس الحقيقه القاعده بتاعتك ان العصب مش هيستناك، العصب مش هيستحملك، العصب لو راح ما بيرجعش. دايما احنا عشان خاطر ولادك كمان انت تعمل ده كله برضه عشان خاطر ولادك. ما هو الترتيب هنا غلط. هو شايف ان هو انا مش عايز اشغلهم دلوقتي عشان عندهم امتحانات ولازم اكمل واشتغل وبتاع وفي الاجازه الدنيا تبقى كويسه. اصل المرض مش هيستناك واللي بيروح ما بيرجعش يعني، وده اللي سبب المشكله عند كتير جدا من الناس يا دكتور عيب. انت عارف ايه الصدمه بتاعت المريض دايما؟ انه بعد العمليه بيحس ان هو ما حققش اللي كان في دماغه ها من نتائج قبل ما يدخل العمليه. بمعنى انا سبت نفسي 20 سنه عندي غضروف في ظهري او في رقبتي وعمل ضمور في العصب وعمل ضعف وعمل تنميل وعمل خدلان وعمل حرقان وعمل وجع وتقلص في رقبتي وتقلص في ظهري ومش قادر امشي مش قادر اوطي وبكح بتوجع وبمشي بتعب، كل الكلام ده موجود. بس انا عملت عمليه، انا ليه ما اتحسنتش بعد العمليه؟ دي السؤال. يعني اصلا انا كجراح بشوف اللي في الاشعه دلوقتي عندي غضروف كبير خرج، عندي فقره منقوله او فقره مكسوره او فقره متحركه او ورم، انا هشيل ده، لكن ما بعد ذلك ده مش بتاعي، ده مش في ايديا، ده مرتبط بالحصيله اللي حضرتك كنت فيها قبل كده. انت سبت نفسك كام سنه؟ القانون الطبي بيقول مده المرض هي مده العلاج. طب هو انت لما بتسيب نفسك 20 سنه ما انت محتاج على الاقل 10-15 سنه عشان تحصل على النتيجه اللي في دماغك، لكن انت عملت العمليه النهارده بعد اسبوع تبدا الشكوى. ده انا لسه رجليا بتنمل، ده انا لسه الحرقان شغال، ده انا لسه الوجع، ده انا لما بقف شويه بتعب. حقيقي طبعا حضرتك كده، ما هو لازم ده يبقى موجود. يقول لك لا انا عامل العمليه عشان اخف. يا جماعه ما احنا لازم نغير من دماغنا، لازم نغير من افكارنا. انت خدت القصه من اول المجبراتي لحد بتاع لحد دكتور العلاج الطبيعي لحد الوصفه اللي بالبلدي لحد العصايه لحد الاثنين اللي بيشدوا رقبه وظهر ورجلي. طب وبعدين جيت للدكتور في مرحله كان الموضوع وصل الى ان في فعلا في ضغط جامد، انت رحت له. والحقيقه ما كانش الدكتور خيار اول، ده هو لما لقى ان الباقي كله مش جايب نتيجه اجرب بقى الدكتور. عايز اسال سؤالين مرتبطين، شكل الالم لانه ممكن ناس تتلخبط في توصيف الالم ونكرره ونحفظهم عشان ما يفسرش الالم اي تفسير. الحاجه الثانيه السن، هل الحاجات اللي احنا بنقولها دي لازم سن كبير ولا ممكن شاب صغير يشتكي فنقول له لا الحق ده انت ممكن تكون عندك مبادئ انزلاق؟ هو القاعده بتقول ان الغضاريف دايما كانت بتيجي في السن الكبير. يعني بعد سن ال 40 و 45 تبدا نحس بشويه الم في رقبتنا، خشونه، تعب، شويه تنميل، خدلان، حرقان، ها الاحساس في الايد ساعات يقول لك انا بحس ايديا بتتلج او ايديا بتخشن، يعني ما عادتش ناعمه زي زمان او زي الاول، او بحس ان ايديا بتخس، او بحس ان انا بمسك الحاجه ايديا بتترعش او بتتهز مني. كل دي اعراض غير الصداع والدوخه والالم وساعات النسيان والذاكره. في ناس بتبقى مشكلتهم في الرقبه احساس غريب جدا مع التيبس بتاع الرقبه وبينزل على المنطقه الصدريه، يحس ان مفيش هواء، انا مخنوق مش عارف اخد نفسي، يقول لك انا بحس ان حركه ضلوعي وصدري تعبانه جدا. يعني احنا كان معانا صور اشعاعات بتاعت ناس جالها غضاريف والغضاريف الحلقيه دي مهمه جدا ان احنا نبقى فاهمين. يعني الواحد لما بيجي له غضروف ها يبقى ازاي هنتعامل معاه؟ طيب السن الصغير بتيجي فيه انزلاقات غضروفيه وبيجي فيه حاجه اسمها زحزحه فقريه، هي بتبقى اكتر في الظهر في القطنيه عن اللي في الرقبه في السن الصغير. لكن لما بنعدي بقى سن ال 40 وال 45 وال 50 طبعا وما بعد ذلك بتبدا بقى المشاكل بتاعتنا بتكتر، لان الغضروف بيجيب غضروف وبعد شويه دخلنا في ضيق القناه العصبيه وبعد شويه دخلنا في ضغط على الحبل الشوكي، بعد شويه الحبل الشوكي حصل فيه ضمور. طيب الاصابات اللي احنا بنشوفها زي كده، يعني واحد مطب جامد في عربيه او اصابه في حادثه او خبطه يعمل كسر في الرقبه والفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه لها خصوصيه انها حركتها كتيره وهي فقره ضعيفه، فخبطه جامده او هزار او دايما كانت بتحصل في المدارس، يجي لك عيل طالب كده خبط صاحبه وزميله بيهرجوا مع بعض بالشنطه على رقبته من ورا تقوم جاي كسر له الرقبه، او اللي بيقفز في حمام سباحه
او اللي كان نازل في بول كده ودب راسه عم جاي خبطه في الارض، معروفين ان هم بينطوا من مسافات عاليه، اصابات الرقبه اصابات كتير جدا. وبنخاف جدا من الرقبه لان الحبل الشوكي ممكن يعمل لي شلل نصفي او شلل رباعي. يعني انا ممكن لو اصابه واخده جنب بقى نصفي يمين او شمال، لو الاصابه في الظهر يعمل لي نصف النص التحتاني. على حسب المكان بتاع الاصابه بتاعه الحبل الشوكي، هنا بتيجي المشاكل اللي هي المريض بقى بتاعنا بيدخل في الدايره والتوهان بتاعها مدة طويله. هل المريض لازم يفهم التشخيص، يفهم ايه الانواع الاشعه اللي اتعمل له، شكلها عامل ازاي، يقرب يعني عنده ثقافه انه يعمل اشعه؟ لانه في مرضى تقول له روح اعمل اشعه تلاقيه راح طالع من العياده يقول لك بص بقى دكتور طالب مين اللي اعمل يعني يقول لك هو انت مش دكتور وتعرف تشخص امال طالب الاشعه ليه يعني لسه هنعمل اشعه؟ لا، السؤال اللي بنساله بقى طب لما حضرتك عارف ان انا عندي غضروف بتقول اعمل اشعه ليه يعني؟ هي طبعا هو طبعا احنا بنقول الفحوصات هي وسيلة مهمة جدا عشان اقدر احدد الخطة العلاجية، سواء انا هديك علاج او هقول لك عملية او همشي بالعلاج التحفظي يعني. لما نعمل اشعة، دي اسمها اشعة رنين مغناطيسي، وهي اهم فحص في العمود الفقري هي اشعة الرنين المغناطيسي. والفحص الثاني المهم جدا هي الاشعة العادية، يعني شوف الاشعة العادية الابيض والاسود والرنين المغناطيسي. هنا مريض عنده كان شكوته الم في الرقبة بالكتفين على الناحيتين، وبدا يحصل خزل وضعف في رجلين الاثنين، عملنا الاشعة لقينا في اربع غضاريف في الرقبة. مع بداية انحناء الرقبة الطبيعية ما بتبقاش كده، الرقبة الطبيعية بتبقى فيها كيرف راجع لورا عامله زي حرف سي كده. هنا بقى حصل استقامة وحصل غضروف 2 3 4. نشوف في نوعيات بقى كتيرة، ده جاب اخر الخط يعني، دي بقى الاصابة اللي احنا بنقول عليها دي الحادثة، ها الخبطه اللي بالشنطه، الشده اللي في الرقبه كسرت الفقره، شوف الفقره اتكسرت واتحركت من مكانها وحصل اصابه للحبل الشوكي، الحبل الشوكي اتفعص. هو من ستر ربنا في المريض ده لحقناه، ان ما يعني كان بدا يحصل له ضعف في ايديه ورجليه، دي كانت بنت في حادثه ولحقناها، بس حصل عندها ضعف في الايدين وتنميل وخدلان، كان ممكن الموضوع لو زاد كمان نص سنتي كان حصل قطع كامل في الحبل الشوكي. فده مهم جدا ازاي نلحق وندخل. ده مريض عنده 3 غضاريف، هنشوف واحد بعديه عنده غضروفين يعني هنشوف الاشعه. ده بقى شوف الحبل الشوكي هنا اتقفل خالص نتيجه لوجود غضروف منفجر مع ضيق في القناه العصبيه. هنا شكوته ايه؟ الايدين والرجلين، ما عادش بس على قد ايد يمين او ايد شمال، ده دخلنا في الاثنين مع بعض. في تاني اشعات؟ ده عنده غضروفين بقى، وده بنسميه غضروف منفجر، يعني الكتله السوداء اللي هي اللي ضغط على الحبل الشوكي اللي هو نازل بالطول ده، ده بنسميه غضروف منفجر. الغضروف المنفجر ده دي مرحله بنسميها بلاك ديسك ورابشر ديسك بقى. الغضروف المنفجر مشكلته ان هو داخل يضرب في الحبل الشوكي على طول. فالحبل الشوكي ممكن يصاب ويحصل كدمه في الحبل الشوكي، او يحصل تليف في الحبل الشوكي، او يحصل ضمور في الحبل الشوكي، كل دي مراحل. المشكله ان الحبل الشوكي غير قابل للهزار معانا، ما بيهزرش. الحبل الشوكي لو اتضغط او اتلمس هيعمل اصابه وتفضل لها تاثير. يعني احنا بعد حتى ما بنشيل غضروف بهذا الحجم، لان الغضروف ده قعد فتره وعمل النقطه البيضاء الموجوده في الحبل الشوكي. الغضروف ده لما بنشيله المريض بعدها برضه بيفضل بيشتكي من خدلان وتنميل. طب احنا عملنا العمليه ليه؟ عشان احميه من الشلل. انا ايديا تشتغل وتتحرك وامسك بيها، بس في شويه خدلان وتنميل هيروح، بس بعد قد ايه؟ ادي لنفسك سنه 2 3 على حسب المده بتاعه الضغط بتاعتك. هنا بقى غضاريف بقى متعدده، ده عنده خشونه وضيق في القناه العصبيه، ومش كل واحد عنده غضروف يا دكتور ايمن هنعمل له عمليه. احنا بنقول ان 80% من الناس اللي عندها انزلاق غضروفي ما بتتعالج بالعلاج وبتخف. بقدر حضرتك بس الحق قبل ما الحبل الشوكي يتاثر، قبل ما الغضروف ينفجر، قبل ما يحصل ضيق متعدد في القناه العصبيه. لان لو حصلت حاجه من دول خلاص بقى غصب عني ان انا لازم الحقه. وفي ناس لو اهملناهم، يعني في معانا اشعاعات بتاعت ناس وصلت لمرحله الضمور في الحبل الشوكي. اللي وصل للضمور ده حتى العمليه مش هتفيده، ساعتها ما بنرضاش نعمل له عمليه. في بعض الناس وكبار السن، يعني ده مريض عملنا له عمليه كان مركب غضروف 2 3 4 اللي هي النقط دي غضروف البديل. يعني ده عملنا 4 غضاريف، كان عنده 4 غضاريف واتعملوا. ودي تعتبر من اكبر العمليات. العمليات في الرقبه احنا بنعملها بالمناظير وبالليزر وبنركب غضاريف بديله. والغضاريف البديله دي انواع كتيره جدا، بتبدا بغضروف وشريحه وقفص غضروفي وشريحه متحركه وشريحه ثابته وشريحه ذكيه. عندنا حاجات كتير، قفصه كبيره جدا جدا، يعني عندنا نوعيات كتيره جدا. بس هو دايما احنا بنقول نختار انهي عمليه لاي مريض، يعني اختيار العمليه تتوقف على حاله المريض اللي انا هعمل له العمليه.
اللي عنده غضروف واحد غير الاثنين غير ثلاثة غير أربعة غير ضيق في القناة العصبية غير اللي حصل له ضمور في الحبل الشوكي. يعني كل واحد فيهم بيتطلب حاجة غير اللي عنده كسر في العمود الفقري. يعني التدخل هنا بيختلف من مريض لمريض. بس دايما احنا بنقول هناك حلول، يعني في عندنا حل دايما للمريض. لما نيجي نشوف بقى العمليات اللي بتتعمل النهارده، يعني الطفره زي ما حضرتك بتقول والتقنيات الحديثه جدا جدا بقى الطفره رهيبه جدا. احنا بقينا النهارده من جرح صغير جدا اقدر ادخل واشيل غضروف 2 3 4 5 غضاريف في الرقبه. الكلام ده كان في وقت من الاوقات كان شبه مستحيل ما نقدرش نعمله، لكن في وجود التقنيات الحديثه والليزر قفز قفزه كبيره كمان. الليزر والمناظير يعني في الفقرات العنقيه هنا، يعني شوف حضرتك ده نوع ده غضروف اهو خرج وضغط على الحبل الشوكي. احنا بنبين هنا ده النوع اللي ممكن يتعمل بحاجه اسمها ليزر. الليزر ده بندخل الاول بابره زي دي كده وبنعمل حقن. الحقن دي ماده صبغه علشان نشوف هل ده غضروف منفجر ولا لا، لان لو منفجر مش هينفع الليزر، عشان برضو الناس تبقى فاهم. يعني الليزر ده ينفع امتى؟ لو غضروف متضخم بس الجراب بتاعه مش مقطوع، لان الليزر بيولد درجه حراره عاليه جدا، فالحرارة دي في حد ذاتها لو الجراب الداخلي ده اتقطع ممكن تعمل له بخار زي اللي بيطلع من البراد بتاع الشاي كده يعور الحبل الشوكي. يعني جرب كده الغلاية بتاعت الشاي دي، حط ايدك على البخار بتاعها رهيب عالي جدا، درجة حرارته فوق 100، ده بيوصلني لفوق 100 درجة مئوية. لكن لو الغضروف لسه ما زال جوه الجراب بتاعه اقدر اعمله كده، لو عندي غضروف واحد او غضروفين يتعمل كده ويبقى زي الفل، طالما الغضروف بدري في البدايات بتاعته ولم ينفجر الغضروف نقدر نعمله. ده قصه بتاخد ساعه زمن والموضوع خلص. اخبار حضرتك، فدايما نصيحتنا نروح للطبيب المتخصص بدري، نسمع الكلام. انا مش بقول لك تعالى لي، روح لاي حد اخبار حضرتك، بس حد يكون امين وحد متخصص ونسمع الكلام ونحطه يعني قدام عينينا كده نصيحه. لما يقول لك عمليه ما تقولش اصل الدكتور عايزني انا اللي اعمل العمليه، اصل هو محتاجني ان انا اعمل العمليه خالص، يعني الموضوع مش كده تماما. انا دوري ان انا انصح حضرتك واقول لك الطريقه تتعمل بيها العمليه واعمل عمليتك، علشان ما يجيش وقت من الاوقات تدور عليها مش هتلاقيها. مش عايزين ناخد قرار ها يعني غلط في الوقت الصح ان انا اعمل فيه العمليه ويجي في وقت تاني اطلب بقى ان انا اعمل العمليه بعد ما يكون عدى الميعاد وحصل ضمور بتاع العصب او ضمور الحبل الشوكي او بدا البول يسيب مني ومش قادر ادخل الحمام، وبتبقى امنيه بس اعرف ادخل الحمام، نفسي اعرف انام من غير وجع. يعني لما يجي مريض يصير ايمن يقول لك طعن دراعي بس اعرف انام، احساس فظيع جدا، وخاصه لما تبقى ست بيت جميله كده طول النهار ومطلوب منها تشتغل وعيالها وخدمه بيت وبتاع. واحنا عندنا مشكله ان احنا يعني اللي دايما تعبان هيفضل تعبان وهو اللي بيخدم في الناس كلها. طب ما انت تعبان ما يريحوه، مفيش حد بيريح. يعني برضه هم جايين على ماما هي اللي هتشيل وتحط وتعمل وتاكل وتشرب وتنظف وهي الغلبانه الوحيده اللي شايله ليها كلها. في الاخر انه الثقافه في التعامل مع هذه المشكلات ينبغي ان تتغير، والثقافه ينبغي ان تتغير من المريض ومن المحيطين بيه. المحيطين بيه ساعات بيودوه في 60 داهيه، يعني واحد يجي يتدخل ويقول له لا تعالى بقى، وده معروفين في البلاد الارياف بالذات، بلاد القرى الأواد الريفية الموجودة في مصر معروف. تبص تلاقي في يجي واحد كده يروح متطوع يقول له بص لا تعالى سنة أنا هاخدك للحاج مصطفى، هاخدك للحاج علي، تعرف اللي هو اللي بيبقى الناصح الأمين اللي الناصح الأمين. أصل أنا سمعت إن بيقولوا دكتور العملية دي بتشيل، أنا عندي أنا يا باشا ده هو جاي لي مشلول لا ويقول لك بص تلاقيه هو متطوع تمام، يعني هو بيبقى خدوم زيادة لازم في داهية، يعني هو قاعد في داهية. تلاقي تاني يوم أنا بص العربية أنا جاي لك بالعربية بكرة أخدك من هنا أهوت وأطلع بيك على الحاج مصطفى في آخر العالم مع عصايه ايه بس ايده تلف حريره يضربك العصايه في ظهرك هتقوم تجري. يقول لك ولا الست فلانه اللي بتشيل الغضروف كده بدون عمليه يا سلام عليها. في حد كده؟ طبعا ايديها تتلف في حريره، ده يا باشا طوابير. هو ده الثقافه، ما هي ده احنا دورنا ان احنا نخلي الناس ما تفكرش في ده، لان ده نصب ودجل واحتيال. لما تلاقي واحد جاي ماكو في رقبته وماكو في كتفه وماكو في ايديه وايديه حصل فيها ضمور وحصل سقوط في الايدين ومش عارف يمسك بحاجه، مش عارف يدخل الحمام. كل فرق في الطب يا عيني من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيقاوم حاجات الجهل والحاجات الدجل بشكل كبير جدا، مش بس في المخ والاعصاب، في كل حاجه، في الذكوره في بس في المخ والاعصاب حاجات مستفزه قوي، وخصوصا عند جراح المخ والاعصاب اللي هو واحد من السوبر اليت جراحين في مصر او سوبر اليت في العالم كله. انت نورتنا يا باشا النهارده، سعداء بهذا اللقاء الممتع دائما، من المبدع دائما استاذنا الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي، كان كالعاده مبدعا متنوعا قصاصا رائعا ومتنخلا بإجادة شديدة بين
دروب أو التشخيص والأعراض والعلاج لواحدة من أخطر المشكلات التي لا تقبل أبدا لا الدلع ولا التأجيل، الغضروف العمق. ضيف العزيز نورتنا وشرفتنا، أشكر حضرتك، خليكم دايما معنا في الحلقة. الوقعة والخبطة في الدماغ في منتهى الخطورة، لأنه خبطة الدماغ مهما كانت بسيطة على الأسفلت أو في أي حاجة صلبة ممكن تؤدي إلى أولا نزيف في المخ ممكن ما يبانش ساعتها. وخلي بالنا من الحكاية دي، إن اللي بيقع من على موتوسيكل ممكن جدا يقوم بوعيه ويروح المستشفى بوعيه ويروح بوعيه وما تعملوش بقى أشعة مقطعية، وهو بينزف داخل الجمجمة، بينزف جوه الجمجمة من جوه ما بين الجمجمة والمخ، والنزيف عمال يزيد لغاية لما يصل إلى مرحلة نزيف يضغط على مراكز معينة في المخ قد يسبب لا قدر الله خلل خطير، شلل أو فقد إحساس، أو ممكن يتسبب في الوفاة بعد ما الحادثة انتهت بفترة بساعات. We'll be right back.